بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 7 أسرار اكتشفها الآن في سورة ياسين، العلاج بسورة ياسين. أيها الأحبة، سورة ياسين حقيقة هي سورة الشفاء، وكثير منا يغفل عنها. هذه السورة العظيمة فيها من الأسرار مئات الأسرار، ولكن أنا اليوم سأقتصر على إعطائكم 7 فوائد ربما يجهلها الكثيرون. أنا قرأت طويلا هذه السورة، وبالفعل هي شفاء لما في الصدر. هي سورة الرزق، هي السورة التي يحفظك الله بها، هي السورة التي يرحمك الله بها أيضا، هي السورة التي تقرأها أثناء الموت، أو تقرأها على من مات، أو تقرأها وتهب ثوابها لمن مات، وسيصل هذا الثواب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسورة ياسين هي دعاء، في معظمها دعاء أيها الأحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، أحد هؤلاء ولد صالح يدعو له. طب إذا كان ابن عم صالح يدعو له، ألا يغفر الله له؟ نعم. إذا كان ابن ابنه حفيد يدعو له، أيضا يغفر الله له ويصل ثواب هذا العمل. إذن أي إنسان عزيز على قلبك، أنا هذه قناعتي الراسخة أيها الأحبة، أن الله أرحم مني ومنك. إنسان عزيز عليك مات، فإذا قرأت له سورة ياسين ثوابها يصل، لأنها هي نوع من أنواع الدعاء ونوع من أنواع الذكر. وهذا الشخص الذي تهب ثواب هذه السورة له، لابد أنه عمل معك معروفا إذا كنت لا تعرفه، لابد أنه كان إنسانا خلوقا، كان إنسانا ساعدك ذات مرة، عطف عليك ذات مرة إذا كنت قريبا له، كانت أخلاقه حسنة. فثواب هذه السورة يصل أيها الأحبة لمن توفاه الله. طيب، من هو على قيد الحياة أيضا يستفيد منها كعلاج كشفاء. طيب، سنشرح الآن هذه الأسرار أيها الأحبة. أول شيء، هذه السورة من عظمتها تبدأ بحروف نورانية، ونحن نعلم أن هناك 29 سورة في القرآن تبدأ بحروف نورانية: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف هاء عين صاد، إلى آخره. هذه السورة ترتيبها 19 بين السور ذات الفواتح النورانية. وسبحان الله، حروف الياء والسين فيها تكررت 285 مرة، يعني 19 مضروب في 15. تماما ترتيب هذه السورة بين السور ذات الفواتح النورانية له علاقة بعدد مرات ذكر الياء والسين. لذلك نحن عندما نقول ياسين، أنت هنا أولا كل حرف تكسب 10 حسنات، والحسنة تضاعف إلى 700 ضعف. هذا قبل كل شيء، مجرد أن قلت ياسين 20 حسنة، كل حسنة من هذه 20 حسنة خير من الدنيا وما فيها. لماذا أخي الحبيب؟ لأن هذه الحسنات 20 ستبقى ما شاء الله، ستجدها بعد الموت وتجدها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عندما تقول والقرآن الحكيم، أيضا كل حرف 10 حسنات. إذن أنت قبل كل شيء، قبل موضوع العلاج والثواب، أنت كل حرف تقرأه من هذه السورة المباركة تكسب 10 حسنات. وهذه السورة طبعا أيها الأحبة، حسب الرسم الأول، تتألف من 2988 حرفا،
وأنت تستطيع أن تقرأها خلال أقل من 10 دقائق على فكرة. طبعا إذا أردت أن تقرأها بهدوء 10 دقائق، 10 دقائق لا أكثر، ستأخذ 29,880 حسنة خلال 10 دقائق. طيب نأتي، هذا طبعا السر الأول، سر الثواب العظيم الذي ستأخذه، وهذا مضمون. أنا الآن قلت ياسين أخذت 20 حسنة، والقرآن الحكيم 13 حرف أخذت 130 حسنة، إنك لمن المرسلين 14 حرفا أخذت 140 حسنة، على صراط مستقيم 12 حرفا أخذت 120 حسنة، تنزيل العزيز الرحيم 17 حرف أخذت ماذا؟ 170 حسنة. أنا الآن قرأت 58 حرف، يعني 580 حسنة. هذه الحسابات أيها الأحبة يجب أن نقوم بها يعني حقيقة، ونحن نقرأ يجب أن نعلم أن رصيدنا يزداد عند الله لكي نكثر من القراءة، وإلا كيف سنستجيب لنداء الله عز وجل لنا جميعا عندما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كثيرا آلاف ملايين مليارات، كل واحد حسب طاقته. طيب أنا الآن أخذت هذه الحسنات، هذه الحسنات لا تمحى من ميزاتها لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن السيئة لا تذهب الحسنة، يعني الحسنة أنت تمحو بها سيئات والحسنة لا تمحى، السيئة هي التي تمحى. إذن أنت أخذت عددا من الحسنات موجود في رصيدك لا يفنى بل يزداد عند الله سبحانه وتعالى. طيب هذا النص الذي يتألف من 5 آيات أيها الأحبة، أول شيء أنت شهدت أن هذا القرآن حكيم، وشهدت أن النبي من المرسلين، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وكأنك تقول يا رب كما هديت حبيبك إلى الصراط المستقيم اهدني إلى الطريق المستقيم، يا رب أنا بحاجة للعلاج ولكن لا أعلم ما هو الطريق، اهدني للطريق الصحيح. والآية هنا على صراط مستقيم لا تعني فقط هداية الإيمان أو التقوى، لا، كل أنواع الهداية نحن نحتاج أن نكون على صراط مستقيم. قد تذهب إلى 20 طبيب ولا تستفيد شيئا، والعلاج يمكن أن يكون بقربك ومجانا وأنت لا تدري. قد تدفع الكثير من المال ولا تستفيد شيئا، ونحن نرى طبعا الآن الوضع. لذلك أنت إلجأ إلى الله وقل يا رب اهدني إلى الطريق المستقيم، اهدني إلى الصراط المستقيم، كما جعلت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم، اجعلني على هذا الصراط المستقيم، واهدني للعلاج الصحيح، اهدني للرزق الصحيح، اهدني لحل مشكلتي بشكل صحيح. أنا لدي مشاكل مع العائلة، مع الأولاد، مع الجيران، في عملي، في دراستي. طيب أنا بحاجة أن يهديني الله ويأخذ بناصيتي إلى الطريق المستقيم لأتمكن من حل هذه المشاكل بأقل الأضرار وبشكل صحيح وبسهولة. هذا هو أيها هذه هي أيها الأحبة الفائدة الثانية. إذن الفائدة الأولى كل حسنة بعشر أمثالها، وهذا ينطبق على كل القرآن طبعا. السر الثاني سورة الهداية، الله يهديك ببركة قراءتك لهذه السورة إلى الطريق المستقيم في حل المشاكل وفي الرزق وفي العلاج، علاج الأمراض، وفي التخلص من الحاسدين، وفي علاج الهموم. أحيانا الإنسان لديه المال ولديه كل شيء ولكنه مهموم لا يستطيع النوم، اقرأ هذه السورة قبل النوم وراقب الفرق
ستجد فرقا كبيرا. ضع هذه الصورة على موبايلك وأبعده مترين وشغله أثناء الليل وأنت نائم ودعها تتكرر، وانظر كيف سيختلف نومك في الليل. طيب، الفائدة الثالثة أيها الأحبة، أنا لدي هنا آية عظيمة يحدثنا الله فيها أنه كيف جعل من بين أيديهم سدا وهم أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الآية أخي الحبيب، إذا كان هناك من يزعجك، من يتسلط عليك، وكل واحد منا يعاني حقيقة، كل واحد منا لابد أن يمر بظروف، يعاني من مشاكل، من هموم، من شخص يتسلط عليه، شخص يحسده، شخص يراقبه، شخص يريد أن يؤذيه. اليوم شياطين الإنس ما أكثرهم. طيب، هذه الآية علاج أيضا، تعطيك حماية فتجعل غشاوة بينك وبين هؤلاء فتجعلهم لا يبصرونك. يعني إنسان مثلا يريد أن ينجو من مشكلة معينة وهو بريء منها، فليقرأ هذه الآية وليكررها. إذن السر الثالث أيها الأحبة، أن هذه السورة فيها آيات للحفظ، تحفظك من شر الآخرين. والحفظ اليوم مهم جدا أيها الأحبة، الحفظ اليوم مهم جدا. الفائدة الرابعة أخي الحبيب، لكي لا أطيل عليكم، أنا أود أن أتذكر معكم قصة ذلك الرجل الذي جاء يدعو إلى الله. عندما أرسل الله ثلاثة أنبياء إلى تلك القرية فقالوا لنرجمنكم، أهل القرية حاولوا أن يعتدوا عليهم بالضرب والقتل، أرادوا أن يرجموهم بالحجارة حتى الموت. وجاء رجل يدافع عن رسل الله من أقصى المدينة، رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. يعني أأتخذ المال إلها من دون الله؟ أأتخذ فلانا الذي يتمتع بالقوة والسلطة إلها من دون الله، أطيعه من دون الله، أطيعه في معصية الله؟ هؤلاء المجرمون أصحاب القرية هذه لم يريدوا أن يسمعوا قول الحق. قال لهم: إني آمنت بربكم فاسمعون. هنا قتلوه، ويقال أنهم شقوه نصفين. بمجرد أن فارق الحياة ماذا قال؟ هنا أتاه النداء من الله، قيل ادخلي الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هم قتلوه وهو يريد لهم الخير. انظر أخي الحبيب كم نحن الآن بحاجة لهذه المعاني، معاني التسامح مع الآخرين، كم نحن بحاجة أن ننصح الآخرين، كم نحن بحاجة أن نتحمل أذى الآخرين، أن نقدم الخير لهم، نقدم المعلومة النافعة لهم. سورة ياسين تعلمك هذا السلوك، سلوك هذا الرجل الذي توفاه الله على الإيمان لأنه أراد لهم الخير، وبعد أن قتلوه وهو ميت أراد لهم الخير. قيل ادخل الجنة، ماذا قال أول كلمة؟ قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هذه السورة يمكن أن نقول إنها سورة المغفرة أيها الأحبة، السورة التي تعلمك السلوك الهادئ،
المتوازن، سلوك حب الخير للآخرين، وهذا نحن بحاجة ماسة له اليوم، لأننا في هذا العصر للأسف كل واحد ينتصر لذاته، ينتصر لنفسه، يعمل لمصلحته ولو على حساب الآخرين، بينما المؤمن يجب أن يسخر حياته لخدمة الآخرين. هذا هو المؤمن. وإلا حبيبكم عليه الصلاة والسلام ماذا فعل خلال 23 سنة هي مدة النبوة؟ كل حياته كانت لمنفعة الناس ونصحهم، وعانى كثيرا وجاهد كثيرا وصبر كثيرا على الأذى وتحمل من أجل أن ينفعهم ويقدم لهم المعلومة النافعة. إذن هذه هي أو هذا هو السر الرابع. السر الخامس أيها الأحبة، وقبل أن أنتقل له، هنا آية أنا أود دائما أتذكرها وأتوقف عندها: يا حسرة على العباد. والله هذه الآية اليوم تنطبق على عصرنا، على معظم الناس تنطبق. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول، والرسول ليس بالضرورة أن يكون نبيا، قد يكون الرسول مقطع فيديو يأتيك ينبهك يذكرك بالصلاة. هو الرسول ما الذي جاء به؟ معلومات، نصائح، مواعظ، حكم، تشريعات، أوامر ونواهي، هذا ما جاء به الرسول. ليس من الضروري أن الرسول بذاته يبلغك، لا، أي شخص يبلغك رسالة الرسول يعتبر رسولا من هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. انظر اليوم كم تجد من الناس مواقع ساخرة، كوميديا، استهزاء، نميمة على الآخرين، المقاطع التي تجد فيها يعني ما يغضب الله هي الأكثر انتشارا للأسف. هذه السورة تذكرك، تقول لك انتبه أن تكون من هؤلاء. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. طيب، هنا أيها الأحبة الفائدة الخامسة، أن هذه السورة يعني أنا لاحظت أن فيها ملامح الرزق، لأنها تتحدث عن الأرض التي تنبت، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. إذن ضرورة أن تشكر الله ليزيدك الله من رزقه، تذكرك بهذه القاعدة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا قانون إلهي، كلما شكرت الله زادك الله، كلما أردت أن يكثر الرزق يجب أن تشكر الله أكثر. وكل إنسان يضيق رزقه فليراجع قضية الشكر، هل يشكر الله على كل شيء أم يتذمر ويشكو الله إلى عباد الله؟ إذن الفائدة الخامسة أنها تعلمك كيف تشكر الله ليزيدك الله من رزقه سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة أيها الأحبة، يوم القيامة، فائدة تتعلق بما بعد الموت، عندما يقول الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. لم يقولوا من بعثنا من رقادنا، لأنهم لم يكونوا راقدين. المرقد هو المكان الذي يستقر فيه الإنسان، كانوا يعذبون، لذلك بمجرد أن بعثوا قالوا يا ويلنا. طيب لماذا قالوا يا ويلنا؟ هذه الآية تنبهك لمصيرك بعد الموت. انتبه أخي الحبيب، سورة ياسين فيها تنبيه قوي لمصير الإنسان بعد الموت، سيعذب في حياة البرزخ بأنه يعرض على النار ويرى مقعده من النار، وهذا من
من أسوأ أنواع العذاب، مثل إنسان محكوم عليه بالإعدام، كل يوم تعرضه على حبل المشنقة وتقول له إعدامك غدا، وكل يوم كل يوم كل يوم سيموت مليون مرة. هؤلاء كانوا يعذبون ولكن يعرضون على النار. طيب، عندما بعثوا ورأوا أن يوم القيامة قام، قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. إذن ما الذي يعني ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ من شدة ما رأوا من عذاب القبر. لذلك الكافر عندما يبعث يقول يا ويلنا. طيب ما الذي أدراه؟ لم يقم الحساب، ولم ينصب الميزان، ولم يحدث المرور على الصراط وكذا وتطاير الصحف. بمجرد أن نفخ في الصور يخرجون من الأجداث من القبور، ينسلون، يخرجون تماما. أول شيء يقولونه قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويأتيهم الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن هذه السورة أيها الأحبة تذكرنا بمصير الإنسان بعد الموت. إن كان كافرا سيقول ذلك يا ويلنا، وإن كان مؤمنا ماذا يقول؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. المؤمن عندما يبعث من قبره أخي الحبيب سيكون في حالة نفسية رائعة جدا. هذه الحالة النفسية تشتاق نفسه للجنة، فتجد أنه يريد أن يسرع، بينما الكافر يريد أن يبطئ، أن يعود إلى مرقده. صحيح أنه يعذب، ولكن عذاب للنفس، أما هنا أصبح العذاب للنفس والجسد. إذن أصحاب الجنة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، وتجد أن قولهم سلام قولا من رب الرحيم. وهذه الآية مهمة أيها الأحبة لمن يشعر بالخوف، لمن يشعر بالاكتئاب، لمن يشعر بالحزن، أن يكرر سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. آخر فائدة أيها الأحبة أود أن أذهب معكم إلى آخر السورة، ماذا جاء فيها؟ الله سبحانه وتعالى يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. على فكرة هذه الآيات مهمة جدا في الشفاء، فكأنك تقول يا رب أنت الذي جعلت من الشجر الأخضر نارا، أنت أخرجت الحياة من العظام الرميمة، أخرجت الحياة من لا شيء، كذلك ابعثني من جديد، اشفني من مرضي هذا. لسان حالك يجب أن يقول هذا وأنت تقرأ فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وتختم السورة بآية عظيمة جدا يجب أن نحفظها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل يا رب وأنت تقرأ هذه الآية اشفني ببركة كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يجب أن تستيقن 100% أن هذا الإله قادر أن يشفيك مهما كان، قادر على كل شيء. الذي أحيا الموتى والذي خلق الكون من لا شيء قادر على أن يشفيك بقدرة وبركة وعظمة كن فيكون. وأخيرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هنا ينبغي أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتتذكر أن أي مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون تتنزل عليك رحمات من السماء. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم
وأولئك هم المهتدون. إذن أنت الآن، رجعنا لموضوع الهداية، أصبحت من المهتدين ببركة هذه السورة. إذن أخي الحبيب، منذ هذه اللحظة رجاء حاول أن تستمع لهذه السورة، استمع لها كل يوم 20-30-40 مرة، فكر في كل كلمة تقرأها وأسقط هذا الكلام عليك. كلما قرأت كلمة حاول أن تفكر وتتخيل أنك أنت تعيش هذا الحدث، ونفخ في الصور، تتخيل أن النفخ في الصور الآن يجري وقامت القيامة، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. تتخيل أنك تخرج من هذا القبر، ماذا تتمنى أن تجد؟ هل تتمنى أن تقول يا ويلنا من بعثنا، أم تتمنى أن تكون ممن قال الله فيهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون؟ إذن هذه السورة أنصح كل إنسان مهموم أو مريض أو فقير أو لديه مشاكل كثيرة أن يحفظ هذه السورة من خلال الاستماع المتكرر، وأن يقرأها كل يوم على الأقل مرة، على نية الشفاء، على نية العلاج، وأن يهب الثواب هذه القراءة بنفس الوقت، يعني يهب ثوابها لمن يحب. وعندما تهب الثواب هذه السورة لمن تحب، لا ينقص ذلك من أجرك شيئا على فكرة. يعني يصل ثواب هذه السورة لمن مات، ويبقى ثوابك كاملا ومضاعفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السورة ويجعل القرآن العظيم شفاء لنا، فهو القائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.